استاذ محمود. لا طبعا الدولة كلها هناك، يعني عن رئيس الدولة على يعني نزور المنتخب ده في حد ذاته ودي البداية، يعني على قدر الاهتمام وانه الحدث مهم وانه مطالب منكم عمل كبير في البطولة اللي جاية، وده اكيد الرسالة وصلت يعني من غير حتى من غير الكلام اللي قاله الرئيس والحوارات اللي دارت ما بينه وبين بعض اللاعبين الكبار على رسوم محمد صلاح. لكن هي مدينة رياضية بأمانة شديدة فيها عمل كبير جدا وأكثر من رائع، وعاوز أقول إن هي شهدت مولد مونديال اليد صحيح في 2020، المونديال الشهير في أزمة كورونا بأمانة شديدة، وكانت حدث كبير بس بأمانة شديدة فيه عمل كبير جدا. وأقول إنه عودة الرياضة في العالم كانت طبعا البداية من وقتها، كان تحدي كبير طبعا تحدي كبير جدا. وعاوز أقول لك إنه ده الملف الرئيسي اللي هتقدمه مصر لاستضافة أولمبياد 2036 على رأس كل حجم الأعمال الكبيرة جدا اللي احنا شايفينها وبيتم التجهيز ليه. مدينة متكاملة رياضية كبيرة جدا بيعد ليها كل النواحي. عاوز أقول لك إنه محتاج إنك احنا نشتغل عليها، محتاج إن هي تشهد أحداث رياضية في المرحلة الجاية تتشاف بشكل أكتر، يعني زي خبر يعني اتنطر أو سمعناه إنه ممكن يبقى نهائي الكأس مصر بين الأهلي والزمالك ممكن يبقى على الملعب الرئيسي برضه، يبقى في حد ذاته شيء مهم طبعا. أعتقد إنه الدولة وعلى رأسها الرئيس في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بأمانة شديدة جدا، وزي ما قلت يا كابتن في مقدمتك نهضة رياضية على المستوى الإنشائي حاجة جميلة بيتابعها جدا. توفيق يعني ربنا سبحانه وتعالى لا. في تفوق الألعاب الرياضية بمختلفها، أنت عندك سواء على صعيد يعني الأندية، شوف الأهلي وصل في مراحله إلى العالمية وثالث العالم، خش على الألعاب الأخرى ايضا على صعيد كره اليد، على صعيد السله، على صعيد الطايره، على عندك على صعيد رفع الاثقال، على المصارعه، انت رحت وعملت انجازات في بطولات العالم وفي الكاراتيه وفي الاسكواش. فعاوز اقول لك انه برضو مع كل مع الطفره الانشائيه وكمان الاهتمام بالابطال عامل معاك شغل برضو في نفس المستوى ماشي، وفي اهتمام كبير جدا وجهد مبذول من الدوله على راسها سياده الرئيس كمان الدكتور اشرف صبحي بامانه لا يكل ولا يمل ليل نهار، يعني متابع الحركه الرياضيه بصوره كبيره جدا. فاعتقد انه نتاج الكلام ده بيبقى حبه الكريز، يعني بتبقى فوز منتخب مصر واستعاده اللقب غائب من اكثر من 13 سنه، فده شيء يعني مش بعيد عن المنتخب، مش بعيد عن اللعيبه دول، اعتقد عندهم روح، عملوا بطوله كبيره في الكاميرون، وصلوا للمباراه النهائيه، خسروا بركلات ترجيح، لكن برضو ما زال الامل كبير، الناس عندها امل كبير جدا في بذل مزيد من الجهد في الدفاع عن سمعه منتخب اللي هو بطل ابطال افريقيا 7 ألقاب، يا ريت الثامنه ان شاء الله ما تكونش عزيزه علينا، وان شاء الله باذن الله تعالى في ظل الاهتمام الكبير ودعم الدوله ودعم سياده الرئيس، وبقول لهم عاوزين يعني $7 مليون بقى يعني دول جائزة البطولة إن شاء الله بإذن الله. جائزة البطولة الأكثر من وجهة نظري وهي إسعاد الشعب المصري طبعا، كانت الكلمة الأهم للرئيس. هي تستحق أكثر على فكرة البطولة، مفروض في ظل اللعيبة والنجوم الكبار جدا الموجودين في المنتخبات تبقى جائزة 7 مليون يا كابتن. كل حاجة 7 مليون يا كابتن يعني رقم بأمانة شديدة يعني على الأقل يعني على الأقل الرقم للبطل $15 مليون على الأقل،